اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم من أبقيته منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، ومن توفيته منهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، هو وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم أعط لكل واحد منا مسألته وخيرا مما يسأل، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل تركيا آمنة مطمئنة، وجميع بلاد المسلمين. اللهم
فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد اللهم تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا اللهم بفضلك عمن سواك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم